مرحب حبايبي، اليوم بدي اعمل انا وياكم طريقة تحضير البريوش بالزعتر. ناجح 100% وكتير روعة. لنبلش مع بعض. بسم الله. اول شي عندي كوب حليب فاتر، بحط ملعقتين طعام سكر، كمان ملعقة طعام خميرة، بخلطهم شوي مع بعض. هلا بتركهم 5 دقايق لتتفاعل الخميرة. بعد ما تفاعلت بهيدا الشكل هلا بحط نص كوب زيت نباتي، ممكن زيت زيتون المتوفر عنا ما في اي مشكلة، ملعقة صغيرة بيكنج باودر، ملعقة صغيرة ملح، 3 معالق طعام لبن، يوغرت او زبادي انتو حسب ما بتسموه عنكم ببلادكم، بخلطهم شوي. بحط 3 أكواب ونص طحين، كوب 2 3 ونص، كمان بعجنهم. بس صار عندي هيدي العجينة، بوقف العجن هلا بدنا نشيلها نحطها بالجات. عندي ملعقة صغيرة زيت نباتي بالجات، هلا بدهن الجات. عملت كمية صغيرة، اللي بده بضاعف الكمية. بحط العجينة بالجات. بسم الله. هلا بعمل العجينة بهيدا الشكل. كمان بغطيها وبحطها مطرح دافي ساعة لترتاح. بعد ما ارتاحت العجينة هلا بدنا نكفي مع بعض الطريقة. بدنا نشكل العجينة. شيل القصمة من العجينة بهيدا الشكل. بحاجة نحط طحين للعجينة عشان ما بتلزق كتير ناجحة. هلا بحط الزعتر. كمان بعملها بهذا الشكل.
هلا بحطها ورقة الزبدة. كمان نفس الشيء رح اعمل واحدة تانية. طريقتهم كتير سهلة وسريعة وبحبوها الكل صراحة، وبتنفع للمناسبات لأي مناسبة. فينا نعملها بجبنة بشوكولا بأي شيء متوفر عنا. هلا بحط الزعتر، الزعتر بتحطوا انتو حسب الرغبة، ممكن تحطوا اكتر ممكن تحطوا اقل حسب ما انتو بتحبوا الزعتر. هلا نفس الشي بعملها، بلفها وبحطها على ورقة الزبدة. سكرها منيح. كمان بحطهم بمكان دافي وبتركهم يرتاحوا ساعة. هولي بعد ما ريحتهم ساعة، هلا بحطهم بفرن حامي على درجة حرارة 250 من الأعلى والأسفل. هذا البريوش بعد ما طلع من الفرن أخذ بالفرن 20 دقيقة أكيد حسب كل فرن. بتمنى التعليق على الفيديو والإعجاب بالصفحة، وإن شاء الله بشوفكم بالفيديوهات الجاي. باي باي.